ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. يا رب هنبدأ بإذن الله في حل تمارين الدرس الثالث والرابع، يونت 1، الكتاب المعاصر تاني اعدادي. يلا بسم الله كده. طيب، اول حاجة to turn is a verb begin. begin يعني يبدأ، تمام؟ into noun يبقى beginning، حط لها اي ان جي، noun اللي هو الاسم اللي هي بداية بقى، تمام؟ طيب attractive يعني جذاب، ugly يعني قبيح، يبقى are synonyms. synonym يعني مرادفات، لا طبعا. opposites yes مضادات. the same يعني نفس الشيء. nouns ملهاش علاقة. طيب large and can have the same meaning، نفس المعنى. large يعني كبير و big يعني كبير، تمام؟ small ولا teeny ولا little. طيب my school is not near my home، مدرستي مش ايه، مش قريبة من المنزل بتاعي. it's far from، بعيد عن، يبقى ليست قريبة يبقى هي بعيدة عن، تمام؟ طيب volleyball is a أو an game، طبعا volleyball is a outdoor game، volleyball outdoor game. طيب تعالوا، يعني لعبة خارجية خارج المنزل يعني. تعالوا ايه ال page 38، 38. يلا بسم الله، ما ننساش نعمل comments كده عشان نشجع القناة ونوصل القناة لعشر تلاف مشترك. يلا بسم الله نكمل. I do the same thing at the same time every day. In my A، أنا بعمل نفس الحاجات كل يوم، يبقى typical day اليوم الايه المعتاد بتاعي، تمام؟ نشوف اللي بعد كده. I couldn't sleep after the dream، أنا مش قادر أنام بعد الايه الحلم ده، يبقى حلم فظيع، terrible dream، تمام؟ This family don't have much أو do not have much money so they are، هما ما عندهمش فلوس كفاية يبقى هما ايه بور، فقراء. طيب our new house is in the country near a railway line، خط السكك الحديدية اسمه a railway line، تمام؟ طيب بعد كده I live in the city but my grandparents live in a small، انا بعيش في ايه في المدينة لكن اجدادي بيعيش في الايه in the country، طبعا small playground ولا court ولا village في قرية في الريف، تمام؟ playground يعني ملعب. طيب I like your dress، انا حبيت الايه الفستان بتاعك جدا. it's attractive، انه جذاب. ما ينفعش اقول ugly، ugly قبيح، bad سيء، terrible شنيع، انا بقول حبيته، تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى attractive. طيب بعد كده he was sent to as a he did something wrong، هو عمل حاجة غلط فهو ارسل الى ايه prison اللي هو السجن، هو راح السجن عشان عمل حاجة غلط. طيب shall I help you your books no thanks، ممكن اقدر اساعدك، بقترح عليه المساعدة، يبقى carry your books، اقدر اساعدك ان انت تحمل الايه الكتب بتاعتك. طيب she helps her mother، هي بتساعد مامتها، the chickens on the farm، يبقى ايه بتعمل ايه في ال chickens، train ايه ده قطار، change تغير، suggest ولا feed، طبعا هتبقى feed the chicken يعني تطعم ال ايه الدجاج. طيب I the same room with my brother at home، انا بقى ايه بشير يعني بشارك نفس الغرفة مع اخويا في المنزل، تمام؟ طيب نشوف بعد كده number 11 we travel to many countries to have a lot of، احنا بنسافر دول كتير عشان يبقى عندنا ايه adventures yes مغامرات، السفر هو فيه مغامرة، تمام؟ طيب I did a an about dinosaurs online for a science lesson، طبعا عملت ايه online article مقال ولا research ولا picnic ولا بروفايل، طبعا نشوف بروفايل دي بعيد، بروفايل يعني ملف شخصي، بيكنيك يعني نزهة خلوية، تمام؟ عندي دلوقتي article يعني مقال، I did an article ولا did research about dinosaurs، did research عملت بحث عن الديناصورات عشان حصة الايه العلوم، تمام؟ طيب اللي بعد كده A is something you turn on or off to get water، طبعا and tab، تمام؟ لكن دي تاب معناها شريط او ان هو بيضغط على حاجة، تاب تاتش، اوكي؟
دي حنفية، تمام، ان انا بقفل الحنفية اقفلها وافتحها عشان احصل على ايه، على المية، تمام. طيب that is a metal road، طريق ايه؟ معدني. that's a train travels on، القطارات بتمشي عليه، يبقى railway line، طريق السكك الحديدية. طيب the police took the thief away، ال بوليس اخد او الشرطة اخدت الحرامي away from، بعيدا عن منزله، الى الايه، الى السجن، يبقى away from. طيب it's polite to say sorry when you do something wrong، تاخد do، يبقى بقول ايه، انه من الادب ان انت تقول اسف لو انت عملت حاجة ايه غلط، تمام. نشوف بعد كده البيج اللي بعد كده 41 41، الديالوج سيب لكم برضو في الديسكريبشن تحت الفيديو بتاع حل الديالوج. طيب اول حاجة بقرأ رأس السؤال، بلال asks حكيم about his house، بلال بيسأل حكيم عن house، where is your house، فين منزلك ده، قال له it's in Cairo مثلا whatever، هو ما حددليش اجابة فانا كتبت الاجابة دي it's in Cairo، تمام. بعد كده do you like your house، هل تحب منزلك، yes I do، نعم احبه، yes I do، تمام. بعد كده سأل سؤال قال له because it's large and attractive، يبقى قال له انت بتحبه ليه، تمام، يبقى why do you like it، why do you like it، لماذا تحبه، قال له لانه ايه، كبير وجذاب، attractive يعني رائع، تمام. بعد كده سأل سؤال قال له yes I share a big bedroom with my brother، يبقى do you share your room، هل تشارك غرفتك، do you share your room، اوكي معناها ايه، هل تشارك غرفتك. طيب بعد كده is there a garden in your house، yes there is، طبعا هو مش محدد لي اجابة عشان كده انا كتبت yes there is، is there a garden، هتبقى yes there is، تمام. طيب نشوف بعد كده يارا and نهال are talking about children's stories، يعني ايه يارا ونهال بيتكلموا عن قصص الاطفال. what books do you like to read، ايه هي انواع الكتب اللي بتحبي تقرأيها، بهنا I like to read short stories او children's stories، تمام. طيب ساعتها سؤال قالت لها yes I read the railway children's story، يبقى do you read one، هل تقرأي واحدة منها يعني، واحدة من القصص دي. طيب بعدين سألتها سؤال قالت لها the story is about، يبقى عايز اسألها الستوري دي عن ايه، قالت لها عن three children who like trains، عن ثلاث اطفال بيحبوا الايه، trains، يبقى what's it about، هي ايه، عن ايه، بتتكلم عن ايه. بعدين سألتها سؤال بتقول لها what happens in the story، ايه اللي حصل في الستوري، طبعا ده عايز اجابة اما طويلة اما تقول الايه الفينش، انا طبعا مش عارفة الستوري فكتبت اي حاجة، the three children died whatever، اكتب بقى اي حاجة، تمام. طيب I like adventure، can I borrow it، ممكن استلفه، sure بالطبع، تمام. طيب تعال نشوف البيج اللي بعد كده على الجرامر، قاعدة الجرامر برضو هسيب لكم في الديسكريبشن الشرح القاعدة دي، وهي سهلة جدا جدا، have او has got وشال وامتى بستخدم كان وشال وهكذا، تمام. طيب تعال نشوف كده you got the A's a game، طبعا you بتاخد have، have you، بصوا have بتيجي مع I will be with you وزي وأي ضمير جمع، لكن has بتيجي مع he وشي وإت وأي ضمير مفرد أو أي فعل مفرد. Of course you can، can بيجي بعدها دايما الفعل فين، في المصدر، يبقى you can come. Have you got، have you got watermelon grandma، طب ليه ما قلتش get، هي كده هي تركيب على بعضها اسمها have got has got، okay. طيب بعد كده you got a camera، yes I have، يبقى have you got a camera. طيب shall بيجي بعدها الفعل ايه، في المصدر، يبقى shall I bring you some water، بقترح عليه ان انا ايه احضر له بعض المية. بعد كده I have a glass of water please، يبقى can I have، ده بطلب حاجة يبقى بطلب بايه، بكام او بسأل حاجة، تمام. طيب page 44 has he got an umbrella، no he، سألت بهذه يبقى ايه، هجاوب بهازنت بقى، طالما عندي نو يبقى هازنت، تمام. طيب you help him with his homework،
can you help him تقدر تساعده في الهومورك بتاعه تمام. بعد كده we ate her yes that's a good idea أشال we يبقى أنا هنا بقترح يبقى بقترح بإيه بشال هنا بقترح يبقى أنا بقترح بشال تمام. طيب can you carry this heavy box no I can't طالما سألت بكان والإجابة no لما إما الإجابة بيس I can أو no I can't المفروض كنت أبقى حللكوا دول بس أنا ما شفتهمش وأنا بحل عشان إيه أنا إيه بحلهم دايما قبل ما أبدأ الفيديو بس تعالوا نحل مع بعض كده لو الخط بقى مش واضح اكتبوا في التعليقات وأوضح لكم. شال وي شال بيجي بعدها دايما الفعل فين في المصدر بتستخدم للاقتراح يبقى شال وي بلاي تمام. طيب كان نفس الكلام كان يو هنا بطلب حاجة كان يو هيلب مي يبقى هيلب اشمعنى عشان كان بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى كان يو هيلب مي تمام. طيب بعد كده كان وي سيت نيكست تو ذا ويندو نو يو مفيش حاجة اسمها نوت كان اسمها نو يو كانت نو يو كانت طالما سألت بكان هجاوب بيس اي كان او نو اي كانت تمام. طب نفس الكلام شال اي بياخد بعدها الفعل في المصدر يبقى هنا عندي كان شال لازم يجي بعدهم فعل في المصدر بدون اي اضافات. طيب what you have انا قلت اداة الاستفهام السؤال بيكون من اداة استفهام بعدين فعل مساعد بعدين الفعل يبقى have you يبقى ايه يبقى have you. بعد كده your father got a computer طبعا هنا your father يعني he هو يبقى تاخد has got اشمعنى برضو مش فاهمين. بصوا انا ما اقول have you غير ما اقول have your father والدك والدك ده بقى ايه بقى مفرد فعل مفرد تمام. طيب عبد الله بلاي تشيس يس هي كان يبقى هنا طالما جاوبت بكان يبقى هسأل بكان يبقى كان عبد الله بلاي تشيس. طيب تعال نشوف دي بقى ده سؤال هو ينفع سؤال يجي بأداة استفهام طبعا ما ينفعش يبقى شال اي جيت يو ا درينك شال اي جيت يو ا درينك انا كده بدأت صح تمام. طيب تعال نشوف اللي بعد كده علي tells تامر about his new house علي بيخبر تامر عن ايه منزله الجديد. I moved to new house تامر a new house it's in Alexandria by the sea يبقى where is it يبقى هنا سأله سؤال بيقول له ايه where is يبقى انا هنا ايه اداة استفهام فعل مساعد فعل فعل اللي هو it where is it تمام. طيب قالك it's in Alexandria by the sea fantastic when did you move there انتقلت ايه امتى ممكن اقول last week last week last month whatever لان هنا I think ان هو مش محدد لي اجابة انا بصيت مفيش اجابة تمام. طيب سأل سؤال قال له yes it's a large house تمام with a garden full of flowers يبقى is it هعكس بقى هعكس بقول it is تبقى is it large هل هو كبير تمام is it large تمام كده قلنا له yes بعد كده do you like flowers بعدين قال له my favorite hobby is planting flowers يبقى هوايتي ان هي زراعة الورود او الازهار يبقى yes I do تمام and you وانت بتحب ايه قال له مثلا I like anything writing مثلا كتابة بحب الكتابة تمام. طيب تعال نشوف ال choose camping in the desert was a very exciting adventure يعني ايه يعني التخييم في الصحراء طبعا مغامرة ايه ممتعة. can I this story for 2 days miss علا can I borrow ممكن استلف borrow can I borrow ماشي has احمد طبعا قلنا has و have بتاخد معاها ايه got the girl helped her mother the chickens طبعا قلنا feed the chickens
تطعم الايه التشيكنز الدجاج. شال وي لسه قايلين شال بيجي بعدها الفعل في المصدر، كان بيجي بعدها الفعل في المصدر. How did you feel when you طيب to the new house طبعا to when you ايه moved كيف شعرت عندما ايه انتقلت لمنزل جديد. تمام طيب has حبيبة got a pen no she لسه قلنا طالما سألنا بهاز يبقى هننفي بايه the hasn't، لو كانت yes يبقى yes she has. okay طيب تعال نشوف اللي بعد كده. Her family were so عائلتها كانت ايه so poor فقيرة جدا. They couldn't buy her new clothes هي هم مش قادرين ايه يشتروا لها ملابس جديدة. Thieves are always taken away to a prison اللي هو السجن. طبعا الثيفز اللي هم الحرامية بيروحوا للسجن. طيب They bought a house as هنا معناها ايه because as بتيجي بمعنى because. They their old one was very small منزلهم القديم كان صغير جدا يبقى large يبقى هم اشتروا واحد كبير. طيب I can ask you some question هعكسها تبقى can I ask you. تمام hi shall we blade هو ينفع اقول shall we blade؟ لا طبعا يبقى shall we play فعل في المصدر. تمام طيب بعد كده do we go swing يبقى هنا الاقتراح يبقى shall we go swimming لان هو قال له that's a good idea يبقى انا هنا بقترح علي. تمام طيب have you got got معناها have you got هل لديك. تمام كده يا شباب تمارين الدرس الثالث والرابع بالتوفيق يا رب. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة عشان نوصل القناة ل 10,000 مشترك ونعمل كومنتس للفيديو بالتوفيق يا رب.